أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل. هنا ولد تاريخ، منه أطلق جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نداء العهد الجديد، نهضة شاءت أن تغير معالم حياة البشر والحجر معا في عمان. لبت الأمة نداء سلطانها وقالت: أتينا طائعين. هبوا جميعهم في بناء السفينة الكبرى في ملحمة كبرى، قرر ربانها أن تقل على ظهرها جميع العمانيين دون استثناء. لا التفات إلى الماضي، وقيل لهم: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إخوة تحت ظلال العدالة الاجتماعية. السفينة التي حملتهم سواسية خرجت بهم من عباب كانت متلاطمة أمواجه إلى شاطئ السلامة والوحدة والمستقبل الذي بدأت تتشكل ملامحه منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنشدوا لعمان: أبشري قابوس جاء. في تلك الأثناء لم يكن من ثمة أي متسع لالتقاط الأنفاس تحت الظلال أمام واقع بدأ لتوه يترسم وأريد له أن يغير الحال بالسرعة الضرورية، لكن الاندفاع نحو عقل يتعلم وحده كان استثناء للجلوس في الظل كسبا للمعرفة المعينة على بناء شعب عقد قائده على نواصه الخير في العمل الشاق القادم. إذ بالعلم تبنى الأمم، فكان التوجيه العاجل: علموا أولادكم ولو تحت ظلال الشجر. خطاب العهد الجديد استمد رحمته وسماحته من شعبي العزيز وأيها الإخوة المواطنون ويا أبناء عمان. وظل فكر جلالة السلطان المعظم أبقاه الله مشتغلا ليل نهار كي يصل بعمان إلى مصاف المتقدمين. نذر جلالته وقته وحاله وفكره وتفكيره للوطن عمان، متفقدا حالا تشغله أو منتقلا لتوجيه أو متحدثا إلى شعبه مفترشا الرملة أو على كرسي خشبي أو حصير، يحيط بجلالته تواضع العظماء وتملأ مقامه هيبة السلاطين التي تفسرها معادلة الضبط والربط. فجلالته الذي قال: إننا في عمان ما زال التواضع طابعنا الأول، لقد أحب شعبه فأحبه شعبه. قوي يعود النهضة واستوت على سوقها وقال الشعب: إنها ليست عمان التي نعرف. فشكل العقد الثمانيني تحولا كبيرا في الواقع العماني المندفع نحو التطور والنماء بانطلاقة أول خطة خمسية، وكان شهيدا في مشوار شق الطرق التي قاربت بين أسفار المواطنين، وشهيدا أيضا في مشوار الثنائي المتلازم المدارس والمستشفيات. وسخرت موارد النفط المتاحة للبنات التنمية الأولى وبنيتها التحتية والفوقية. تسارع العمل وقوية العزائم، وشكل العقد التسعيني تتويجا لجهود ربع قرن من التجربة الرائدة. فصدر النظام الأساسي للدولة، وعرفت هذه الوثيقة التاريخية الدولة والمبادئ الموجهة لسياساتها والحقوق والواجبات العامة، وأصبحت القاعدة الأساسية لتحقيق المزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي والرخاء الاقتصادي. وبرز التحول المؤسسي عنوانا هاما في بناء العقود الآتية، كما انصب الاهتمام على الشباب. وما أدراك ما الشباب، فقد أكبرتهم النهضة مستشهدة: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. زاد الإيمان بسلامة المقصد رسوخا، وجلبت النهضة معها الدفء الأبوي الذي بقي سمة من سمات العلاقة التي تربط جلالة السلطان بشعبه في تجل وطني سياسي واجتماعي قل نظيره وتاقت لمثله الشعوب. وفي تقليد غير عادي بمنهج الحكم العماني، أخذ عاهل البلاد المفدى أيده الله يجوب أرجاء الوطن العزيز متفقدا شؤون الرعية، وفي كل تسكينة وتحريكة له منجز ورسالة معلومة. فتحولت السيوح العمانية حيث محط الرحال ك
المكارم والصالحات والطيبات والنفحات والمسرات والحسنات والراسيات والشامخات والبركات والرخاء والنماء والعلا إلى ورش عمل كبرى تسدى من على صعيدها التوجيهات وتصاغ من خيامها الخطط وتعقد الندوات وتخرج منها القرارات الضامنة للتطور والتقدم. من الآن فصاعدا إذا في ندوات ستكون ندوات تقرر وليس توصي. ولأن التجربة قائمة أساسا على المشاركة نبه فكر النهضة إلى أن تعدد الآراء المعينة على تحقيق مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل تدل على قوة المجتمع. فمن شورى السبلة العمانية انتقل فكر الشورى العمانية بتوجيه من القائد المعظم إلى نهج مؤسسي يمارس اليوم في صرح مجلس عمان الحضاري المتين لتمكين المواطن من ممارسة حقه التشاركي في صناعة القرار الذي يعود إليه خيره ونفعه. ووجه جلالته أيده الله السياسة الخارجية لتكون أيضا جزءا رديفا للبناء الداخلي، فرفعت عمان أشرعة السلام والوئام والعدل ونادت مبكرا بتجفيف منابع الغلو والتطرف، ورسخت الدبلوماسية العمانية أقدامها، فكسب سلطان عمان المفدى علامة السلام العالمية بامتياز، وعملت عمان بإخلاص الصادقين الذين لا يريدون مقابل ما يفعلون جزاء ولا شكورا، عملت على معالجة أكثر الملفات سخونة الملف النووي الإيراني، ووأدت دبلوماسيتها أزمة قيل عنها إنها كادت أن تهوي بالعالمين إلى مكان سحيق، وأصبحت عمان جلالة السلطان قابوس مدرسة عالمية للسلام والوئام على نهج وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وحثت المنظمات العالمية وساسة الفكر الرشيد على التيمن بها والاستفادة من منهجها الذي أثبت سلامة مقاصده إزاء كافة القضايا السابقة لهذا الملف أو اللاحقة له. ومن روح شابة مفعمة بالعمل والأمل معا ما فتئ الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم بفكره النير وسيره الحكيم أن ينشر بين أبناء شعبه وأمته مضامين التفاؤل والثقة بالمستقبل، الثقة المبنية على الإحاطة والإدراك التامين بالواقع والموارد والخيارات. وحتى عندما استحكمت حلقات الموارد بسبب انخفاض العائد النفطي كان التوجيه إلى أن الوجه الاجتماعي للتنمية نص لاجتهاد معه. ولأن ثمن المنجزات المحققة كان باهظا فليس من المنة في شيء أن يأتي بين الحين والآخر التذكير الأبوي للحفاظ على المكتسبات للأجيال المتعاقبة. والابتهال إليه تعالى في ضراعة وخشوع أن يهب هذا الجيل من أبناء عمان وبناتها وكذلك الأجيال اللاحقة القدرة على صيانة هذه المنجزات والحفاظ عليها من كل سوء. تذكير من فك يقترن دوما بشحذ الهمم ومواصلة المسيرة بإرادة وعزيمة أكبر وبتكاتف وتكامل الجهود. وقد طمأن القائد المعظم أبقاه الله شعبه وأمته إن المسيرة ماضية في طريقها المرسوم، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر. وباح القصيد به تجري إلى الأهداف دون توقف في كل ميدان وكل مكان.